الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل في باب فضل الوضوء، قال: وعنه عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فوائد: أولها استحباب زيارة المقبرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد زيارة المقابر وخاصة البقيع، فكان يزور المقابر ويدعو لأهلها. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهنا سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء من السنة أنك تسلم عليهم وتقول هذا الذكر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقد وردت أحاديث أخر في الدعاء للأموات عند دخول المقبرة، وهذا من الأدعية أنك تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. من الفوائد في هذه العبارة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأموات، قال: السلام عليكم. والسلام دعاء، حتى سلام على بعضنا دعاء، ندعو لبعضنا بالسلامة من كل شر ومن كل آفة. ونستفيد من هذا أن الميت يدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى. وهذا رد على أهل القبور، على أصحاب، على المشركين من عباد القبور من الصوفية والرافضة ومن نحى نحوهم ولف لفهم، الذين يدعون الأموات ويدعون الغائبين من دون الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المقبرة لا يدعو أهلها، وإنما يدعو لهم. فإذا هم محتاجون إلينا، محتاجون إلى دعائنا، فكيف ندعوهم من دون الله وهم لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم، فكيف ينفعوا غيرهم؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فهذه الأدلة من أعظم الرد على عباد القبور: كيف تدعون أموات لا ينفعون أنفسهم، لا يسمعونكم، ولو سمعوا ما استجابوا، بل نحن مأمورون بأن ندعو لهم لأنهم بحاجة إلينا. ولكن كما قال سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نسأل الله السلامة والعافية. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لحوقنا بالأموات هذا يقين لا شك فيه، واليقين لا يستثنى. فلماذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن اللحوق لا بد أن يكون، لا بد أن يكون، إنك ميت وإنهم ميتون. فهنا أهل العلم ذكروا عددا من التوجيهات لهذه العبارة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنا إن شاء الله بكم لاحقون، ولكن أحسنها أن المشيئة متعلقة بالوقت، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أي وقت اللحوق لا نعلمه، وقت اللحوق لا نعلمه. فالمشيئة متعلقة بوقت اللحوق، وأما اللحوق
فإنه واقع لا محالة. وهذا هو الأقرب، أن المراد تحقق اللحوق في أي وقت عند مشيئة الله، وليس الاستثناء في قول النبي صلى الله عليه وسلم على اللحوق نفسه، لأن اللحوق يقين لا بد أن يقع. فهذا أحسن ما ذكره أهل العلم في هذه العبارة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله، إخوانك يا رسول الله؟ فقال لهم: أنتم أصحابي. فأيهما أعظم، الصحبة أم الأخوة؟ الأعظم الصحبة بلا شك، فالصحبة أخوة وزيادة، ففضل الصحابة عظيم. فقال: أنتم أصحابي، يعني أعظم وأرقى منزلة، ولكن يكفي لمن جاء بعد الصحابة من المؤمنين لأن تقوم الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ود أنه لو رآهم. قال: وددت أو وددت أن قد رأينا إخواننا. قال: ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فكل من أتى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذه العبارة: وددت أني لو رأيت إخواني. فقالوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد لهذا الباب، قال: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ ستعرف الصحابة الذين كانوا معك، يذهبون معك، يدخلون معك، يجاهدون معك، يأكلون معك، يشربون معك، تعرفهم. لكن من لم يأتي من أمتك كيف تعرفه؟ والنبي لا يعلم الغيب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاهم مثالا حتى يتضح لهم المعنى. فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة. الغر يعني لهم بياض في الجباه، والمحجلة هو البياض الذي يكون في الأرجل، يعني عنده خيل كثيرة غر محجلة فيها بياض في الرأس وعلى الأرجل، بين ظهري خيل دهم بهم سوداء لا بياض فيها. فهنا هذا الرجل عنده نوعين من الخيول، غر محجلة ودهم بهم، هل يستطيع أن يفرق أو لا يستطيع أن يفرق؟ يستطيع أن يفرق. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الأمة أمته بأنهم يأتون غرا محجلين فيهم بياض في مواضع الوضوء كما مر علينا، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة. قال: وأنا فرطهم على الحوض. أنا فرطهم على الحوض، يعني أنا متقدمهم على الحوض، فيسقي الناس من أمته من حوضه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم شربة من حوضه لا نظمى بعدها أبدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.